السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين في خليج عدن وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي. وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرة أمريكيتين في خليج عدن وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي. وقال بيان متلفز تلاه ناضج القوات المسلحة العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورتاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله. وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الأخرى سفينة ميسك فيرا كروز الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين العربي والهندي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشددت على أنها ماضية بعون الله تعالى في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم. وجددت تأكيدها أن عملياتها تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.